خلال افتتاحه مؤتمر المحاكم الدستورية الإفريقية، إسماعيل يؤكد أهمية سيادة القانون واستقلال القضاء لشعوب القارة. وزير الدفاع الأمريكي في زيارة مفاجئة لبغداد في ثاني أيام عمليات تحرير غرب الموصل. في آخر مراحل عملية الانفصال، مجلس اللوردات البريطاني يحسم اليوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أهلا بكم مشاهدي الكرام في نشرة منتصف اليوم من أون لايف. أهلا بكم وإلى تفاصيل هذه الجولة. انطلق بمقر المحكمة الدستورية العليا فعاليات المؤتمر الأول لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وقد شهد الجلسة الافتتاحية رئيس الوزراء شريف إسماعيل ورئيس مجلس النواب علي عبد العال. وتتناول الاجتماعات على مدار 3 أيام التحديات التي تواجه نظم التقاضي في الدول المشاركة بالمؤتمر، كما تناقش أوجه التعاون بين المحاكم الدستورية والعليا في دول القارة الإفريقية. ومن المقرر أن يشهد المؤتمر توقيع 25 مذكرة تعاون بين رؤساء المحاكم الدستورية. وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل اعتزاز مصر الدائم بانتمائها للقارة الإفريقية، وأشار إلى أن المؤتمر يؤكد انحياز الشعوب الإفريقية إلى قيم الحق والعدل وسيادة القانون. لا شك أن هذا المؤتمر الموقر بما يحمله من دلالات عميقة الأثر إنما يقطع على نحو جازم بوحدة الهدف والمصير المشترك لكل دول القارة الإفريقية الواعدة، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك على انحياز شعوبها إلى قيم العدل والحق والخير، ويتطلع في يقين وإيمان راسخين إلى تعميق مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء واحترام الحقوق والحريات العامة. دعوني أستأذنكم في أن نجيل جميعا أبصارنا فيما أرصته المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية من مبادئ تستلهم القيم الرفيعة للحضارة الإنسانية، وأن نعير أسماعنا لما أرصته هذه المحكمة رفيعة المقام من قواعد استصحبت الأطر الديمقراطية للدول الحديثة. فها هي تؤكد في قضائها المتواتر على كفالة الحرية الشخصية، وذلك لاتصالها بكيان الفرد منذ وجوده، وإحاطة الدستور للحرية الشخصية بضمانات عديدة لحمايتها وما يتفرع عنها من حقوق، فرفعت الحرية الشخصية إلى مرتبة القواعد الدستورية، وحظرت على المشرع العادي المساس بالحرية الشخصية وإلا جاء عمله مخالفا للشرعية الدستورية. كما أكدت المحكمة الدستورية المصرية في غير حكم لها أن مبدأ خضوع الدولة للقانون محدد على ضوء مفهوم ديمقراطي مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التي يعتبر التسليم بها في الدول الديمقراطية أساسا أوليا لقيام الدولة القانونية وضمانا أساسيا لصون حقوق الإنسان وكرامته. ومن جانبه، أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن دور القضاء في حماية الحقوق من أهم ضروريات الحياة. إن أفريقيا التي صدرت للعالم أرقى الحضارات منذ فجر التاريخ، حاضنة الديانات السماوية، مهد الثقافة، تستحق من أبنائها الكثير. وإذا كانت العهود قد جرت بطيئة على انطلاق طاقات أبنائها، فمما لا جدال فيه أننا لم نعد نملك رفاهية الوقت لأي تأخير جديد عن ركب التطور واللحاق بالزمن الصحيح في كافة المجالات. ولعل جمعنا هذا يأتي في شأن هام، ألا وهو شأن تحقيق العدالة والمحاكمات المنصفة وإعادة الحقوق المعتدى عليها إلى أصحابها ورد كل خارج عن القانون إلى جادة الصواب، وهو أمر إذا ما تحقق لكان مبعث انطلاق وتفاؤل وحافز على التقدم
وتحقيق الآمال المرجوة لأوطاننا. فدور القضاء في حماية الحقوق والحريات بات في زمننا هذا من أهم ضرورات الحياة، فحضارة ورفعة الأمم تقاس اليوم بمدى ما ينعم به أفرادها من حماية قانونية وقضائية فعالة ومنجزة. وها نحن نجتمع اليوم لنتبادل الرؤى والأفكار حول الكثير من المفاهيم الدستورية والقانونية، كما نطرح الموروث من تجاربنا القضائية على بساط البحث المتخصص، ساعين إلى إدراك المواطن الإيجابية في مساراتنا فندعمها ونعممها، والكشف عن سلبياتها فنصححها. رئيس مجلس النواب علي عبد العال من ناحيته أكد أهمية دور المحاكم الدستورية في إرساء وتحديد القيم الدستورية للنظام الديمقراطي في الدول، واعتبر أنها تمثل نقطة توازن مهمة في أي نظام قانوني. ولا شك أن للمحاكم الدستورية والعليا دورا مهما وفعالا في إرساء وتحديد القيم الدستورية في النظام الديمقراطي، وهي نقطة التوازن المهمة في أي نظام قانوني، ويقوم عليها قضاة متخصصون، وتقدم ثروة هائلة من الأحكام التي تتضمن مبادئ رفيعة لها مردودها القيم على التشريعات واللوائح والقرارات. وبهذا أستطيع أن أقول أن المحاكم الدستورية والعليا هي ضمان لتطبيق النظام القانوني بدعامتيه الديمقراطية وسيادة القانون، وفي ضوئها تتأكد الحقوق والحريات الأساسية. نرحب بكم مرة ثانية على أرض مصر، بلدكم الثاني، مهد الحضارات ومنبع الثقافات وملتقى القارات، راجين أن يتحقق لهذا المؤتمر أن يبلغ أهدافه. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من أمام المحكمة الدستورية العليا مراسلة أون لايف لمياء حمدين. بداية مرحبا بك مرة ثانية لمياء، يعني ما أهم ما دار في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية اليوم في القاهرة؟ نوران، مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينا في كل مكان. بالفعل ما زلنا نتحدث إليكم من داخل المحكمة الدستورية، حيث تم عقد المؤتمر المقام والموائد المستديرة لرؤساء المحاكم الدستورية بالدول الإفريقية 25 دولة من خلال من 20 ل 22 فبراير 2017 لبحث المشاكل أو المواجهات ونظم التي تواجه نظم التقاضي في الدول المشاركة بالمؤتمر، وأيضا بحث أوجه التعاون بين هذه الدول الإفريقية. حضر اجتماع اليوم أو المؤتمر اليوم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أيضا الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وأيضا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية، وحضر وفود دبلوماسية كثيرة، سفراء، وأيضا أعضاء الهيئات القضائية المصرية، أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء مجلس الدولة المصرية، ورؤساء المحاكم الدستورية السابقين. جميع الكلمات التي تم التحدث خلالها في الجلسة الافتتاحية تحدثت عن الدعم وتبادل الخبرات وتبادل الرؤى بين الدول الإفريقية وبين مصر. أيضا تحدثوا عن صنع قرارات أو صنع قوانين خاصة بالحريات وأيضا بالانتخابات، المرأة، الطفل، الهجرة غير الشرعية، الإرهاب. أيضا تحدث رئيس المحكمة عن أنه لا نملك رفاهية الوقت الآن، ولابد من عمل قوانين خاصة بالمحاكمات الناجزة والمنصفة، لأننا لا نملك الوقت لهذا. وتحدث أيضا كثيرا عن حماية الحقوق والحريات بالنسبة للشعوب لنرتقي بشعوبنا العربية والإفريقية. إليك نوران. شكرا جزيلا لك لمياء حمدين مراسلة أون لايف من أمام المحكمة الدستورية العليا. يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم نائب رئيس البرلمان الألماني، حيث من المقرر أن يبحث هذا اللقاء سبل تعزيز العلاقات المصرية الألمانية وزيادة الاستثمارات الألمانية خلال الفترة المقبلة، علاوة على التباحث حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية. ويأتي اللقاء قبل أيام من الزيارة المرتقبة للمستشارة الألمانية أنجل ميركل إلى مصر في مارس المقبل. يستقبل رئيس التونسي الباجي قايد السبسي وزير الخارجية سامح شكري ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي الجزائري عبد القادر مساهل.
ويهدف اللقاء إلى التباحث حول الخطوات المقبلة لتفعيل المبادرة التونسية لحل الأزمة الليبية. كان شكري قد شارك أمس في اجتماع ثلاثي مع نظيريه التونسي والجزائري لمناقشة نتائج الاتصالات والمباحثات التي أجرتها الدول الثلاث مع مختلف مكونات المشهد السياسي الليبي، وذلك بهدف وضع أسس لحل سياسي توافقي للأزمة في ليبيا. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية. بداية برحب بك سيادة السفير. أهلا وسهلا. طبعا يعني كيف سيتم تفعيل المبادرة التونسية لحل الأزمة الليبية؟ يعني من المعلوم أن مصر وتونس والجزائر من أكثر الدول اهتماما بالقضية الليبية، خاصة وأنها تمثل دول الجوار. هو في الواقع اختتم وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر الآن على التو لقاءاتهم مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، حيث وقعوا على بيان مشترك حول ليبيا وحول الرؤية المشتركة للتعامل مع الأوضاع في ليبيا. البيان المشترك بالتأكيد هو يعكس تضافر ظهور الدول الثلاث من أجل دعم المصالحة الشاملة في ليبيا وإتاحة الفرصة للحوار وتهيئة المناخ للحوار بين الأشقاء المسلمين. هذا البيان أكد على معاني كثيرة هامة تعكس المفهوم المشترك والمصلحة المشتركة والشواغل المشتركة لمصر وتونس والجزائر باعتبارهم دول تشارك ليبيا في حدود مشتركة كبيرة وتتأثر بشكل مباشر بالوضع الليبي. من أهمها بالطبع هو محورية اتفاق الصقيرات كأساس للحل المشكلة الليبية، التأكيد على سيادة ليبيا ومحورية الحل السياسي للأزمة الليبية، وأيضا عدم التدخل الأجنبي في ليبيا، وعدم التدخل الأجنبي بالطبع، ورفض أي حلول عسكرية للأزمة، والتأكيد على أيضا وحدة المؤسسات الليبية وأهمها بالطبع المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى الحفاظ على وحدة الجيش الليبي. المفترض أن هذا البيان سوف ينتج عنه جهد مشترك من جانب الدول الثلاث لرعاية الحوار الليبي، يرفع هذا الجهد تقريره إلى الرؤساء حيث يعقدون قمة قادمة فيها الجزائر لمواصلة جهودهم في مجال حل الأزمة الليبية. ثم سوف تحرص الدول الثلاث طبعا على إحاطة الأمم المتحدة وجماعة نعم. يعني سيادة السفير بمناسبة تفضل سيادة السفير، يعني بمناسبة اجتماع القاهرة الذي ضم العديد من الفصائل الليبية المتنازعة والمتصارعة، منها المشير خليفة حفتر، فايز السراج، وأيضا صالح عقيلة أو عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، برأيك يعني أن الخطوات التي نتجت عن هذه الاجتماعات في القاهرة، يعني هل من الممكن أن يتم تفعيلها بشكل يعني فعال وإيجابي وفي فترة زمنية قصيرة حتى يتم حل الأزمة الليبية وتكون تمهيدا أيضا للاتفاق المقبل؟ وفي الواقع الاجتماعات القاهرة الأخيرة بتنبع أهميتها كونها وضعت خارطة طريق لتنفيذ التوافقات التي تم التوافق عليها بين الأطراف الليبية في مستقبل القاهرة في ديسمبر الماضي. خارطة الطريق تتسم بآلية يتم تشكيلها من أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة، يقدمون مقترحات محددة إلى مجلس النواب، تعديلات دستورية يقوم بها مجلس النواب. فنحن الآن أمام خطة واضحة وخارطة طريق واضحة، المطلوب الآن هو أن تكثف دول الجوار جهودها لتمكين الأطراف الليبية لتنفيذ تلك الخارطة الطريق وما تتضمنته من بنود وموضوعات تم الاتفاق عليها. هل من وجود دول أخرى ستشارك في حل الأزمة الليبية بعيدا عن دول الجوار؟ يعني الأزمة الليبية أزمة بتهتم بها دول كبيرة إقليمية ودولية، وهي حلها أيضا بيتم تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذلك الاتحاد الافريقي يقوم بدور وجامعة الدول العربية تقوم بدور، فهو جهد مشترك للجميع، ولكن لا ينكر أحد أبدا الأهمية الخاصة التي تحظى بها الأزمة الليبية لدى دول جوار ليبيا وبالتحديد مصر وتونس والجزائر باعتبارهم المتأثرين بشكل مباشر بالوضع في ليبيا والذين لديهم قنوات اتصال مفتوحة مع جميعنا. بشكرك شكرا جزيلا لك يا سيادة السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، كنت معي عبر الهاتف.
أهلا بكم. ننتقل إلى الأزمة العراقية، حيث وصل وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس العاصمة العراقية بغداد في زيارة لم يعلن عنها من قبل. وقبيل وصوله قال ماتيس إن الجيش الأمريكي ليس في العراق للاستيلاء على نفطه، كما أشار إلى أن الولايات المتحدة تدفع مقابل ما تحصل عليه من غاز ونفط وستستمر في فعل هذا مستقبلا. وتأتي زيارة ماتيس بعد يوم واحد من انطلاق عملية تحرير الجانب الغربي من الموصل من أيدي داعش. هذا وتتواصل اليوم الثاني عمليات القوات العراقية لتحرير غرب الموصل من تنظيم داعش. واشتبكت القوات مع مسلحي تنظيم داعش في طريقها لإخلاء الطريق إلى مطار الموصل سعيا لتحريره وتحويله إلى قاعدة دعم في معاركها لتحرير الجانب الغربي من المدينة. وفي وقت سابق تمكنت القوات العراقية من تحرير 4 قرى جديدة بعد طرد التنظيم الإرهابي من العديد من القرى أمس، وقتل نحو 100 من مسلحي وتدمير عشرات الأليات والعبوات الناسفة التي كانت بحوزتهم. أفاد المرصد السوري بتجدد قصف القوات الحكومية لليوم الثالث على مناطق في حي القابون شمال شرق العاصمة دمشق. وفي ريف دمشق أشار المرصد إلى وقوع اشتباكات بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة في محور بلدة جسرين بالغوطة الشرقية. هذا ويرجح المرصد أن يكون التصعيد على أطراف العاصمة وريفها تمهيدا لبدء عملية عسكرية تهدف إلى إنهاء وجود المعارضة في هذه المناطق والاتجاه نحو الغوطة الشرقية. وفي مدينة الباب بريف حلب شمالي سوريا تتواصل الاشتباكات العنيفة بين القوات ومسلحي المعارضة المشاركين في عملية درع الفرات وتنظيم داعش. وأشار المرصد السوري إلى أن الاشتباكات ترافقت مع قصف جوي عنيف سعيا للتقدم باتجاه وسط المدينة، وأسفرت الاشتباكات والقصف عن سقوط قتلى في صفوف الطرفين. قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن أي تحركات لإنهاء الجمود في عملية السلام وإعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن تكون على أساس حل الدولتين. وأكد العاهل الأردني أن إقامة الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط. استهدفت مقاتلات التحالف العربي مخزن أسلحة تابع للمتمردين الحوثيين داخل كلية الطيران بالعاصمة اليمنية صنعاء. كما شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات على مواقع عسكرية تابعة للمتمردين في صنعاء، فيما قتل وأصيب العشرات من الحوثيين في تجدد للاشتباكات مع المقاومة الشعبية بمحافظة ذمار. مشاهدي الكرام، ننتقل بكم الآن إلى فاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. أتواصل نتجه إلى بقية هذه الجولة، حيث يلتقي اليوم نائب الرئيس الأمريكي مايك بانس قادة الاتحاد الأوروبي حلف الناتو في بروكسل والتي تمثل المحطة الأخيرة من جولته الأوروبية. كما أنه من المقرر أن يجري بانس خلال هذه المحادثات يجري محادثات مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني ورئيس الاتحاد دونالد توسك، وذلك قبل الاجتماع بالأمين العام للحلف الأطلسي ستولتنبرغ. وقد أكد بانس خلال هذه الرحلة أن الالتزام الأمريكي حيال حلف الناتو ثابت، مشيرا إلى أن أوروبا أكبر حليف للولايات المتحدة. جاء ذلك في إطار سعيه إلى تهدئة قلق الأوروبيين حيال السياسات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يناقش اليوم مجلس اللوردات البريطاني مشروع القانون حول بدء إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في خطوة قد تؤثر على البرنامج الزمني للحكومة. هذا وتأمل الحكومة أن يقر مجلس اللوردات النص دون تغيير لتجنب عودته إلى مجلس النواب، مما يسمح لرئيسة الوزراء تيريزا ماي تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة خلال المجلس الأوروبي والمقرر انعقاده في 9 و10 من مارس ببروكسل. كانت وزيرة العدل البريطانية قد دعت أعضاء مجلس اللوردات للاعتراف بإرادة الشعب الذي صوت بنسبة 52% على قرار الخروج من الاتحاد. يبدأ اليوم العمل بهدنة في شرق أوكرانيا بين الجيش الأوكراني والانفصاليين بعد اتفاق بين أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا خلال قمة ميونخ. وقد أوضح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الاتفاق يشمل أيضا بدء سحب الأسلحة الثقيلة من شرق أوكرانيا، وأضاف أن مجموعة الاتصال بحثت في ميونخ المرحلة التي تم الوصول إليها في تنفيذ الاتفاقات والتي كان قد توصل إليها رؤساء روسيا وفرنسا وأوكرانيا والمستشارة الألمانية
في أكتوبر الماضي بالعاصمة الألمانية برلين. يذكر أن النزاع في شرق أوكرانيا كان قد بدأ منذ نحو 3 أعوام وخلف نحو 10,000 قتيل. استدعت اليوم وزارة الخارجية الماليزية سفير كوريا الشمالية لديها، وذلك على خلفية اتهامات وجهها لطريقة معالجة ماليزيا للتحقيق في جريمة قتل الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ آن. وأضافت الخارجية الماليزية في بيان لها أنها قامت أيضا باستدعاء سفيرها من بيونغ يانغ للتشاور. كانت كوريا الشمالية قد قالت في وقت سابق أنها سترفض بشكل قاطع تقرير ماليزيا عن نتائج تشريح الجثة لتحديد سبب وفاة كيم يونغ نام، متهمة ماليزيا بالتواطؤ مع كوريا الجنوبية. تصدر اليساري لينين مورينو الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الإكوادور وفق نتائج أولية، حيث أظهرت تلك النتائج حصول المرشح اليساري على نحو 38% من الأصوات، مما يجعله بحاجة إلى 40% من الأصوات الصحيحة وإلى فارق يبلغ 10 نقاط مئوية مع أقرب منافسي لتفادي خوض جولة أخرى في 2 أبريل المقبل. شهدت العاصمة الفرنسية باريس وكبرى المدن مظاهرات ضد الفساد وسط السياسيين الفرنسيين في اتهامات الوظائف الوهمية التي طالت المرشحين للانتخابات الرئاسية فرانسوا فيون وماري لوبان. مظاهرات ضد الفساد في السياسة شهدتها العاصمة الفرنسية باريس ومناطق أخرى منذ اتهامات الوظائف الوهمية التي طالت مرشح اليمين في الانتخابات الرئاسية فرانسوا فيون ومرشحة اليمين المتطرف ماريان لوبان. وتأتي التظاهرات بعد دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بالشخصيات التي تطبق عكس المبادئ التي تدافع عنها. البداية من مرشح اليمين فرانسوا فيون الذي جعل من النزاهة الموضوع الرئيسي لبداية حملته، حيث يشتبه في تورطه في فضيحة وظائف وهمية لزوجته واثنين من أولاده فتح القضاء تحقيقا فيها. وتراجع فرانسوا فيون مرشح الانتخابات الرئاسية الفرنسية عن وعوده السابقة بسحب ترشحه وترك السباق الانتخابي، قائلا إنه لن ينسحب إلا إذا خضع لتحقيق رسمي حول الاتهامات المنسوبة له ولزوجته، وتجرى حاليا التحقيقات الأولية في القضية، فيما لم يصدر بعد قرارا بشأن المزيد من التحقيقات الرسمية والمتوقع أن يخضع خلالها فيون للمساءلة. أما زعيمة الجبهة الوطنية ماري لوبان فيطالها تحقيق من هيئة مكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي لتوظيف وهمي لمساعدين في البرلمان الأوروبي. إنه أمر مؤسف لأنه ينال من الصورة الحقيقية التي يجب أن تكون عليها الدولة الديمقراطية الجادة والصادقة. أعمال الفساد التي ارتكبها السياسيين تعطي انطباعات غير جيدة عن الفرنسيين. مظاهرات أخرى شهدتها مدن أخرى منها مدينة تولوز جنوب غربي فرنسا، حيث ردد المتظاهرون لا للفساد ورفعوا لافتات كتب عليها وظائف وهمية للجميع، مطالبين باتخاذ تدابير للقضاء على الفساد وسن قوانين في هذا الشأن. تظاهر آلاف الرومانيين مجددا بالعاصمة بوخارست للمطالبة باستقالة الحكومة على خلفية محاولتها التخفيف من مضمون قانون لمكافحة الفساد. وقد احتشد المتظاهرون أمام مقر الحكومة بساحة النصر رافعين شعارات مناهضة للحكومة. يشار إلى أن الحكومة الرومانية كانت قد ألغت في وقت سابق المرسوم الذي أصدرته في نهاية يناير الماضي ويقضي ببطلان العقوبات بحق مرتكبي بعض جرائم الفساد. ورغم إلغاء الحكومة القرار إلا أن التظاهرات لا تزال مستمرة. مشاهدينا، النشرة ما زالت متواصلة مع حضراتكم، ولكن بعد الفاصل. نحن متواصلون. مرة أخرى عودة إلى جولتنا الإخبارية وإلى تفاصيل النشرة. أيدت محكمة النقد أحكام أعدام 11 متهما في قضية مذبحة استاد بورسعيد. حكم المحكمة جاء خلال نظر الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المطالبة بإلغاء أحكام السجن والإعدام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات. كانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت في يونيو عام 2015 بإعدام 11 متهما وسجن المشدد لعشرة آخرين في اتهامهم بالقضية والتي راح ضحيتها أكثر من 70 مشجعا من جماهير النادي الأهلي في فبراير عام 2012. تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط وكيل مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح متلبسا، وذلك أثناء تقاضيه مبلغ 200,000 جنيه على سبيل الرشوة للسماح بدخول ماشية مصابة من الحجر البيطري قادمة من ليبيا
وثبت إصابتها بالحمى القلعية، وجاري عرض المتهم على النيابة العامة وكذلك التحفظ على الماشية المصابة. يجري المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية زيارة إلى محافظة دمياط اليوم للاطمئنان على الإنشاءات الجارية بمشروع مدينة دمياط للأثاث والذي يقام على مساحة 331 فدانا بمنطقة شطا. ومن المقرر أن يشمل جدول زيارة المهندس إبراهيم محلب لمدينة دمياط الجديدة تفقد مستشفى دمياط العسكري ومشروع إسكان دار مصر. مشاهدينا، للمزيد حول زيارة محلب إلى دمياط معنا مراسل أون لايف مينا مكرم. مينا، ربما هناك تفاصيل لتلك الزيارة. نعم، بالفعل من دمياط اختتم منذ لحظات قليلة المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية جولته التفقدية التي قام بها لمدينة الأثاث الجديدة بمحافظة دمياط، والتي تم الانتهاء من أحد أكبر المراكز التكنولوجية المتخصصة في صناعة الأثاث، والتي من المنتظر أن تكون باكورة هذه المدينة الكبرى التي تقام على مساحة أكثر من 300,000 فدان بمنطقة شطا، أحد المناطق الرئيسية بمحافظة دمياط. هذه المدينة والتي من المتوقع أن توفر أكثر من 40,000 فرصة عمل لشباب المحافظة من الجنسين من مختلف المجالات المتعلقة بصناعة الأثاث، والتي من المتوقع أيضا أن تحدث طفرة صناعية وتجارية كبرى في صناعة الأثاث، الصناعة الأهم والأكبر في المحافظة، والتي تشتهر بها المحافظة ليس على المستوى المحلي فحسب ولكن على المستوى العالمي. من المقرر أن تكون هذه المدينة انطلاقة جديدة لصناعة الأثاث حول العالم وإحداث طفرة جديدة باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية في صناعة الأثاث وتوفير كافة الإمكانيات اللوجستية الخاصة بهذه المدينة، والتي من المقرر أيضا أن تشمل عدد كبير من الخدمات والإنشاءات التحتية الأساسية والورش الرئيسية المختلفة التي تشمل كافة أفرع صناعة الأثاث، وأيضا تعد أو من المتوقع أن تستضيف أكبر معارض الأثاث في منطقة الشرق الأوسط لتصبح مقصد عالمي لرواد وصناعة الأثاث حول العالم. اليوم المهندس إبراهيم محلب يتفقد هذه المدينة استعدادا لافتتاح وبدء التدشين العمل الرسمي في هذه المدينة بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا يقوم بزيارة تفقدية لمستشفى دمياط العسكري ومشروع إسكان دار مصر وعدد من المشروعات المختلفة بالمحافظة استعدادا لافتتاحها. شكرا جزيلا مينا مكرم مراسل أون لايف معلقا على زيارة محلب إلى مدينة الأثاث بدمياط. يشهد الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم اليوم مؤتمر المشروعات الصغيرة الذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب. ولمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهواء مباشرة مراسلة أون لايف سالي سالم. بداية أهلا بك سالي، يعني ما هي تفاصيل المؤتمر الذي يحضره محافظ الفيوم دكتور جمال سامي؟ أهلا بك نوران، نحدثكم من محافظة الفيوم والتي تشهد اليوم فعاليات مؤتمر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والذي تنظمه محافظة الفيوم بالتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب. بهذا المؤتمر لدينا حضور لجمال سامي محافظ الفيوم وكذلك محمد علي يوسف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب وأعضاء هذه اللجنة، كذلك رئيس اتحاد الصناعات والأمين العام للصندوق الاجتماعي على مستوى الجمهورية، ولدينا حضور أيضا لرؤساء مجالس الإدارة لبنوك مصر والأهلي وكذلك بنك القاهرة وكذلك أعضاء اللجنة الخاصة بمشروع لجنة مجلس النواب الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. بعد هذا المؤتمر الذي بدأ منذ قليل سيكون هناك حوار مع الشباب في قصر ثقافة محافظة الفيوم، ولدينا أيضا وضع حجر أساس مشروعات المتناهية الصغر بمنطقتي قصر الباسل ودمو بهذه المحافظة، وسنتابعكم بتفاصيل هذا المؤتمر فور الانتهاء منه. بالطبع، شكرا لك سالي سالم مراسلة أون لايف من الفيوم، كنت معي.
يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان ملتقى التشغيل بقصر الثقافة الإسماعيلية لتوفير 11,655 فرصة عمل في 80 شركة من جميع التخصصات المختلفة وبرواتب تتراوح ما بين 1,200 جنيه إلى 3,000 جنيه. وتنظم الوزارة هذا الملتقى بالاشتراك مع محافظة الإسماعيلية والتعاون والتنسيق مع مديرية القوى العاملة بالمحافظة، وتتوفر فرص العمل في قطاعات الملابس الجاهزة والنسيج والكهرباء والدهانات والطاقة الشمسية والمواد الغذائية والأدوية والتجارة والصناعات البلاستيكية والصناعات التكنولوجية والألمونيوم والزراعة والمصنوعات الجلدية، بالإضافة إلى قطاع الدواجن واللحوم والفندقة. يعقد محافظ مطروح مؤتمر للشباب بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور كافة أطياف المجتمع، وذلك للاستماع لرؤى وأفكار ومقترحات الشباب وطرحها على الأجهزة التنفيذية للنهوض بالمحافظة تنمويا. وأضاف أبو زيد أن الهدف من إقامة مؤتمر الشباب هو تبادل الرؤى والتوصيات بصورة واقعية بهدف صياغة رؤية كاملة وشاملة تشترك فيها الدولة والشباب المصري معا، مشيرا أن هذا المؤتمر بمثابة اتصال مباشر بين الحكومة والشباب الواعد بهدف تعزيز التواصل بين الدولة والشباب. استقبل محافظ جنوب سيناء خالد فودة وفدا إيطاليا رفيع المستوى في زيارة خاصة لمدينة شرم الشيخ تهدف إلى عودة السياحة الإيطالية لتحتل المرتبة الأولى كسابق عهدها وتقوية العلاقات بين البلدين. وقد أكد محافظ جنوب سيناء على أن الزيارة تهدف أيضا لتبادل الاستثمارات والمشروعات بين البلدين ووضع الحلول التي تساعد المؤسسات والشركات في تحسين أدائها، كما أشار إلى أنه تم الاتفاق على إقامة مناسبة رياضية كبرى بمدينة شرم الشيخ في 25 من إبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء وتزامنا مع عيد تحرير إيطاليا. كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مدينة شرم الشيخ وإحدى المدن السياحية في إيطاليا. تتواصل فعاليات الدورة 13 لمعرض الدفاع الدولي أعدكس 2017 والذي تستضيف العاصمة الإماراتية أبو ظبي بمشاركة مئات الشركات العاملة في قطاع التصنيع العسكري. التقرير التالي يسلط الضوء على أبرز تلك الفعاليات. برعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، تتواصل فعاليات مؤتمر ومعرض الدفاع الدولي IDX 2017 في دورته 13 والذي يستمر حتى الخميس المقبل. حفل الافتتاح شهد عروضا عسكرية مختلفة شاركت فيه الدبابات والآليات العسكرية والطائرات المقاتلة والجنود، حيث شملت العروض العسكرية محاكاة لمواجهات مفترضة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وتشارك الإمارات بأكبر جناح في المعرض ويضم أكثر من 50 شركة تعمل في قطاع الدفاع والتصنيع العسكري من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا وغيرها. وخلال فعاليات معرض IDX أعلن المتحدث الرسمي باسم المعرض العميد الركن طيار راشد الشماسي عن توقيع الإمارات لـ 21 صفقة في اليوم الأول للمعرض. مجموع الصفقات اليوم الأول 4 مليار و416 مليون و19,581 درهم إماراتي، مليار و202 مليون 292 ألف و290 دولار أمريكي. وتعرض مئات الشركات العاملة في قطاع الدفاع والتصنيع العسكري من مختلف دول العالم آخر مبتكراتها خلال معرض IDX الذي يشتهر بحضور شخصيات عسكرية وحكومية دولية بارزة ووزارات دفاع وقادة جيوش العديد من الدول. شادي الكرام، والآن موعدنا مع الجولة الاقتصادية مع ولاء ثانم. إليك ولاء. شكرا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الوقفة الاقتصادية، حيث سيطر التراجع على أداء البورصة المصرية حتى منتصف تعاملات اليوم وسط سيطرة بيعية على تنفيذات المستثمرين الأجانب. وانخفض المؤشر الرئيسي EGX 30 بنسبة 1.6% وتراجع مؤشر EGX 70 للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.8%، كما تراجع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 33%.
ولمزيد من التفاصيل بالطبع ينضم إلينا الزميل مينا بشرى مراسلنا من مقر البورصة المصرية. ربما مؤشر إي جي إكس 30 مينا هو الذي مني بهبوط ربما أكثر من المؤشرين الآخرين، كيف تفسر؟ نعم، ولا بالفعل المؤشر الرئيسي هو أكثر المؤشرات تراجعا منذ مستهل التعاملات وحتى منتصف جلسة اليوم، يضاف إلى ذلك أيضا تراجع كافة المؤشرات وبكر المؤشرات بنحو جماعية اليوم. المؤشر الرئيسي مؤشر إي جي إكس 30 تراجع اليوم بنتيجة للضغوط البيعية من قبل المستثمرين الأجانب والمؤسسات، وهو ما دفع بالمؤشر إلى التراجع منذ مستهل التعاملات وحتى هذه اللحظة بوتيرة أكبر من المؤشرات الأخرى. تحديدا مؤشر إي جي إكس 30 متراجع خلال منتصف التعاملات بمقدار 1.18% ليصل المؤشر إلى مستوى 12395 نقطة خلال منتصف تعاملات اليوم. أيضا نتيجة للاستمرار الاتجاه البيعي من قبل صغار المتعاملين، مؤشر إي جي إكس 70 متراجع حتى هذه اللحظة بمقدار 72% وليصل إلى مستوى 491 نقطة. المؤشر الأوسع نطاقا مؤشر إي جي إكس 100 تراجع أيضا بمقدار 65% ليصل إلى مستوى 1181 نقطة. أيضا يذكر أن المؤشرات قلصت جزءا محدودا من خسائرها الصباحية خلال مستهل التعاملات، كان المؤشر الرئيسي تجاوز أو قرابة مستوى 2% تراجعا، ولكنه استطاع أن يقلص جزءا محدودا من خسائرها الصباحية لينعكس ذلك على رأس مال البورصة السوقي لتكون الخسائر خلال منتصف التعاملات بقرابة 3 مليارات جنيه. أيضا بالنسبة لمستوى السيولة خلال منتصف الجلسة فقد وصلت إلى 668 مليون و122 ألف جنيه، وذلك من خلال التعامل على 125 مليون و167 ألف سهما، وبإجمالي عدد عمليات تم تنفيذها منذ مستهل التعاملات وحتى هذه اللحظة بما يزيد عن 19 ألف عملية. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا مينا بشرى مراسل أون لايف من مقر البورصة المصرية. قال وزير الإسكان مصطفى مدبولي أن إجمالية الاستثمارات بمدينة السادات بلغت 4 مليارات و400 مليون جنيه، وأضاف مدبولي اليوم أن الوزارة تسعى حاليا إلى تنفيذ 142 مشروعا، والتي تشمل 24 مشروعا للإسكان و37 مشروع خدمات و20 مشروع مياه و30 مشروعا للطرق و23 مشروعا للصرف و5 مشروعات للكهرباء، إضافة إلى مشروعي تليفونات ومشروعا للزراعة. أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر خلال لقائها رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي ضرورة الإسراع في إصدار عدد من مشروعات القوانين التي ستتيح استحداث أدوات مالية جديدة بسوق المال. وناقش الجانبان الأجندة التشريعية المقترحة من هيئة الرقابة المالية التي تهدف إلى تيسير تمويل المشروعات وتعزيز الشمول المالي، إضافة إلى تحديث القواعد المنظمة للتأمين. كما بحث الاجتماع مشروع قانون جديد للتأجير التمويلي ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين. يعقد محافظ البنك المركزي طارق عامر اليوم اجتماعا مع قيادات البنوك وبحضور 50 مستثمرا لبحث أزمة مديونيات الشركات الناتجة من قرار تحرير سعر الصرف. ومن المنتظر أن يناقش عامر أزمة المديونيات والتي طالت حوالي 800 شركة تحملت مديونيات نتيجة لفروق سعر الصرف عقب تعويم الجنيه. ويستهدف اجتماع اليوم التوصل إلى صيغة نهائية لجدولة هذه المديونيات بما يضمن عدم تأثر المراكز المالية لهذه الشركات. تفاصيل هذه الأخبار بالطبع وأكثر على رأس الثالثة في النشرة المفصلة الاقتصادية، كونوا على الموعد. ونعود مرة أخرى إلى سيد ونوران، إليكما. شكرا لك ولا. من مكينة حياكة واحدة أهداها الوالد إلى مصنع كبير تتجاوز أرباحه السنوية 1.5 مليون دولار، رحلة طويلة خاضتها سيدة الأعمال الفلسطينية فاطمة الجدع للوصول إلى ما هي عليه الآن، نتعرف عليها في سياق التقرير التالي. بمكينة خياطة واحدة استطاعت سيدة الأعمال الفلسطينية فاطمة الجدع
امتلاك مصانع نسيج ناجحة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، فاطمة لم تحقق ما تصبو إليه دون تعب، بل يقف خلفها تاريخ يمتد إلى 30 عاماً، حينما أهداها والدها عقب نجاحها بتفوق في دورة لتعلم التصميم والقص والحياكة في جمعية خيرية بمدينة قلقيلية ماكينة خياطة لتكون سلمها للنجاح. فاطمة استطاعت في 2010 توسيع مشروعها بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليتحول إلى مصنع كبير له حالياً 5 فروع في عدة مدن فلسطينية، ويعمل في مصانعها حالياً أكثر من 320 عاملاً. بلشت في البيت بماكينة واحدة، والدي الله يرحمه اللي جاب لي إياها حلوان نجاحي، ومن خلال هذه الماكينة انطلقت، بلشت أخيط لأهل القرية والقرى المجاورة، وامتد عملي للمحافظة كلها عندنا في قلقيلية، وكمان امتد شغلي لفلسطين 48. فاطمة استطاعت تحويل مصانعها إلى مشروعات تنمية بشرية لتعليم السيدات الحياكة وتدريب بعض ذوي الاحتياجات الخاصة داخل مصانعها التي تعتمد في تصميماتها للملابس على أذواق النساء، وموديلاتها تتنوع بين التقليدية والحديثة، إلا أنها لا تصدر حاليا أي إنتاج للخارج باستثناء بعض الطلبيات التي ترسل لمدن مجاورة. فهذه المشاغل جمعتها في موقع واحد في بيتها، وانتقلت على نفسها على المدينة إلي 4-5 مشاغل، بشغل كمان في هذه المشاغل خريجين وخريجات وذوي احتياجات خاصة، وعندي من جميع الفئات، وكمان يعني أغلب اللي أجوا عندي ما كانوا يفهموا في الشغل، فأنا عملت منهم تنمية بشرية، فصاروا السيدات من سيدات غير منتجات لسيدات منتجات. لم تقتصر مصانع فاطمة على النساء فقط، بل هناك رجال يعملون في مصانعها. أنا دارس في الجامعة القدسية المفتوحة علوم إدارية اقتصادية، لكن ما فيش وظائف ولا في يعني مطلوبة في البلد هذا، يعني ما فيش شركات، ما فيش مصانع تطلب هذا العمل. فتعلمت الخياطة، ابتديت عند الوالدة خياطة في الدار، يعني بتخيط للناس. بعدها اجت على الصنعة شوي، بعدها دلونا على مشغل فاطمة. فاطمة التي تشكو من مصاعب في تسويق إنتاج مصانعها بسبب الاحتلال الإسرائيلي، استطاعت في 2015 أن تحقق عائد مبيعات بلغ 1.5 مليون دولار. انتقل الآن إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لننقل جانب من هذا المؤتمر الصحفي بين نائب الرئيس الأمريكي مايك بانس ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك. هناك أيضا تعاون بيننا وبين الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب في العالم واتخاذ إجراءات تضمن سلامة وأمن المجتمع الدولي، ونضمن أيضا سيادة كل دولة في أوروبا على أراضيها، وسنستمر أيضا في تقديم كافة المساعدات والجهود من أجل دعم كل دولة وحدودها وحماية حدودها أيضا، وأن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم كافة الدعم الكامل لدول الاتحاد الأوروبي، وأيضا التعامل والتنسيق مع روسيا فيما يتعلق بالموقف الأمني في أوكرانيا. وسنبدأ أيضا نتيجة لرغبتنا جميعا في إحداث السلام والأمن وإيقاف وقف النيران في كل الأماكن الملتهبة. ستستمر الولايات المتحدة بالتعاون أيضا مع روسيا، وكانت توجيهات الرئيس الأمريكي ترامب بأن يجب أن تكون هناك قواعد وأرضية جديدة للتعامل مع روسيا. نحن ملتزمين في الولايات المتحدة بالتعامل مع الاتحاد الأوروبي بصورة من التعاون، وأن نعمق ونزيد من علاقتنا وشراكتنا معكم، ولدينا أيضا عمليات مشتركة والتزامات من الجانبين لضمان الحرية وسيادة القانون، ونثق أننا نتحمل سويا عبر سنين
من التعاون لضمان مستقبل لنا. وأشكركم على استضافتي اليوم سيادة الرئيس. مشاهدينا، تابعنا جزءا أو جانبا من وقائع المؤتمر الصحفي بين نائب الرئيس الأمريكي مايك بانس ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك. الآن موعدنا مع عالم الرياضة وأخبارها مع رجاء رمزي. أهلا بكم. حقق فريق النادي الأهلي فوزا مهما على نظيره المقاولون العرب ضمن الأسبوع 19 من بطولة الدوري العام بهدفين نظيفين. تقدم عماد متعب للأهلي في الدقيقة 75 وبعد 4 دقائق فقط أضاف مؤمن زكريا الهدف الثاني، يعزز الأهلي صدارته لبطولة الدوري العام برصيد 49 نقطة. يذكر أن هدف متعب في المقاولون العرب هو الأول له بالدوري هذا الموسم، حيث كان آخر أهدافه في مرمى الاتحاد السكندري في يوليو الماضي، إلا أنه سجل 3 أهداف في الألومنيوم في الكأس. إلى ذلك أبدى حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الأهلي سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على المقاولون العرب، وأنه كان يعلم جيدا أن الدور الثاني من الدوري سيكون صعبا. في تصميم كبير جدا من لعبتنا، ودليل على كده الحمد لله أن اللعيبة والجهاز وكلنا إن شاء الله يعني بإذن الله مصممين بإذن الله على الفوز بالبطولة إن شاء الله. لكن في تباين بيحصل كبير جدا، انا مش عارف ليه، غريب جدا في الاجواء اللي حوالينا. احنا مفيش فرقه في العالم بيحصل لها دروب بسيط او تباين، ومفيش فرقه في العالم ما بتخسرش نقاط، لكن اعتقد اللعيبه لازم نشكرهم على مجهودهم. احنا ابتدينا الدور الثاني، وانا قلت الدور الثاني هيبقى اصعب كتير، وفي نفس الوقت عاوزين ان شاء الله نحافظ على الصداره، وباذن الله كل ما نجتهد باذن الله يبقى بنقرب للهدف بتاعنا. لكن انا مستغرب بحاجات كده بتبقى غريبه، وده كالعاده طبعا ما فيهاش منطق، يعني ما فيهاش منطق في اي حاجه، يعني مش عشان في وسط النهارده، لكن هو ده بالفعل يعني، وللاسف احنا ما عندناش منطق في اي حاجه يعني كالعاده يعني. ممتاز لكرة القدم، حيث نجح سموحة في خطف فوز مهم على مضيف مصر المقاصة ضمن الأسبوع 19 من بطولة الدوري الممتاز بنتيجة 4 أهداف مقابل 3. تقدم أحمد رؤوف لسموحة، وتعادل بولان فوافي للمقاصة، ثم تقدم المقاصة عن طريق أحمد الشيخ من ركلة جزاء، وتعادل أحمد رؤوف لسموحة، ثم تقدم سموحة مرة أخرى عن طريق أحمد حسن مكي، إلا أن الشيخ تعادل للمقاصة في الدقيقة الأخيرة من المباراة. تمكن محمود سيد من إحراز هدف الفوز للفريق السكندري. بهذه النتيجة رفع سموحة رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 41 في المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر. يحل فريق نادي الزمالك اليوم الاثنين ضيفا على نظيره طلائع الجيش على استاد الدفاع الجوي، ذلك في ختام الجولة 19 من مسابقات الدوري المصري الممتاز. يسعى الزمالك إلى نفض غبار الهزيمة المفاجئة أمام الإنتاج الحربي، وذلك في الجولة الماضية بالدوري. يدير اللقاء طاقم تحكيمي بقيادة محمد الصباحي، يعاونه محمد عبد المجيد ويوسف البساطي، والحكم الرابع محمد صابر. يذكر أن الزمالك احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بفارق 12 نقطة عن غريمه الأهلي المتصدر، علما بأن للفارس الأبيض مبارتين مؤجلتين. حدد نادي الزمالك يوم 12 من مارس المقبل موعدا لمباراة الذهاب أمام إينوغو رينجرز النيجيري في دوري 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تأهل الفريق النيجيري على حساب شبيبة الثورة الجزائري. وأرسل الزمالك خطابا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم يتضمن اختياره 9 مساء الأحد 12 مارس المقبل موعدا للمباراة، وكذلك استاد برج العرب الذي يستضيفها. يذكر أن رينجرز تعادل مع بطل الجزائر بهدف لكل فريق في مباراة الذهاب والتي أقيمت في الجزائر، قبل أن ينتهي لقاء العودة في نيجيريا بالتعادل السلبي.
أسفرت قرعة الدور الربع النهائي من مسابقات كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن مواجهة قوية ما بين تشيلسي ومانشستر يونايتد. شهدت القرعة مواجهة بين ميد ليسبرو مع هادرزفيلد أو مانشستر سيتي، بينما يلتقي توتنهام بفريق ميلال. أخيرا يلتقي أرسنال أو ساتون مع لينكون. تقام المباراة في الفترة من 10 وحتى 13 من مارس المقبل. ختام أخبارنا الرياضية، عودة إلى الزملاء في الاستوديو. شكرا لك رجاء. والآن مشاهدينا نختتم معكم هذه الجولة الإخبارية. مشاهدينا، لم يتبقى من هذه الجولة سوى تذكرة بأهم العناوين. خلال افتتاح مؤتمر المحاكم الدستورية الإفريقية، إسماعيل يؤكد أهمية سيادة القانون واستقلال القضاء لشعوب القارة. وزير الدفاع الأمريكي في زيارة مفاجئة لبغداد في ثاني أيام عملية تحرير غرب الموصل. مجلس اللوردات يحسم اليوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في آخر مراحل عملية الانفصال. إلى هنا مشاهدينا نصل معكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية. تذكروا أننا متواصلون.